السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر شهاب وقناة ماثيماتيكس. فيديو النهاردة إن شاء الله ليسون 6، هنتكلم عن Operations on the Square Roots. لو كنت أول مرة تشاهدني متنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتفعل الجرس علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على القناة. يلا نبدأ مع بعض شرح درس النهاردة. خدنا في الدرس اللي فات operations on real number، عرفنا ازاي نعمل plus وازاي نعمل minus وازاي times و divide. درس النهاردة هيتكلم على ال square root، لما يكون عندي two square roots ازاي نعملهم ال operations بتاعتنا. اول rule عندي square root ل a times square root ل b equal square root ل ab. معنى كده لما اجي اعمل تايمز ل 2 سكوير روتس بنعمل تايمز للعددين اللي تحت السكوير روت. مثال سكوير روت ل 3 تايمز سكوير روت ل 12 بتبقى سكوير روت ل 3 تايمز 12 اللي هي 36. سكوير روت ل 36 طبعا زي ما احنا عارفين ايكوالز 6. والعكس ايه العكس؟ لو كان عندي سكوير روت ل 25 times 3 مثلا equal square root ل 25 لوحديها times square root ل 3. square root ل 25 تبقى 5 و 3 ملهاش square root، هتنزل زي ما هي. هنا جايب لي square root لل 50 وال 50 ملهاش square root، نعمل ايه؟ هنا عايز ال 50 نعملها times لعددين واحد فيهم perfect square. ايه هي ال perfect square لو فاكرين؟ ال 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100، دولت بنسميهم perfect square numbers، الاعداد اللي ليها square root. هنا ال 50 كام تايمز كام؟ هل 5 times 10 ولا 2 times 25 ولا 50 times 1 ولا ايه بالظبط؟ علشان تعرف العدد المظبوط هنمسك ال 50 نعملها divided 2 ونشوف العدد اللي هيطلع، هل perfect هل من الاعداد دي ولا 50 divided 2 هتطلع لي 25. يبقى هنغير ال 50 ونخليها 25 times 2. ناخد السكوير روت لل 25 ال 5 والتو ملهاش، تفضل زي ما هي. تعال نشوف أمثلة أكتر على التايمز وعلى السمبليفاي. هنا سكور روت ل 3 تايمز سكور روت ل 6، لما يكون عندي تايمز بعمل التايمز الأول هيطلع لي سكور روت ل 18، وهبدأ أشوف ال 18 ده إيه التبسيط بتاعه. طبعا ال 18 لما أعملها ديفايد 2 تطلع لي 9، و 9 ليه سكوير روت يبقى ايكوال سكوير روت ل 9 تايمز 2، ال 9 سكوير روت ليها 3 وال 2 تفضل زي ما هي. لما تيجي تعمل ديفايدد هنعمل ديفايدد 2 3 5 6 7 الاعداد دي، غالبا مش هتحتاج تعمل ديفايدد اكتر من كده. طب اشمعنى الاعداد دي؟ ال 4 ليه ما عملناهاش divided ليها؟ علشان الفور اساسا ليها square root. ليه ما عملتش divided 8؟ علشان ال 8 4 times 2 جزء منها ليه square root. نفس الكلام ما عملناش divided 9 علشان ليها square root. انا عايز العدد التاني يبقى square root والعدد اللي هيفضل ما يكونش ليه تبسيط. ال 54 لو عملنا divided 2 يطلع 27 مش من ضمن الاعداد اللي لها square root. لو عملنا divided 3 هتطلع 18 وال 18 ملهاش square root. divided 5 ملهاش divided 5، divided 6 هتطلع 9. يبقى ال 54 هنخليها 9 times 6، ال 9 اللي square root ليها 3 و6 تفضل زي ما
يبقى ركز، الاعداد دي هي اللي هنعملها ديفايدد لحد ما نوصل ان ناتج الديفايدد عدد من الاعداد البيرفكت سكوير. هنا 3 تايمز سكوير روت ال 20، 3 هتنزل زي ما هي، وال 20 4 تايمز 5. مع الوقت هتلاقي نفسك انت بدأت تحفظ الاعداد وهتجيبها بسهولة. 3 سكوير روت ال 4 2، وسكوير روت ال 5 هتفضل زي ما هي، 3 تايمز 2 ايكوالز 6 سكوير روت لل 5. لو كان في عدد بره السكوير روت بننزله زي ما هو، بعد كده نعمله تايمز. هنا هاف ال 48 نعملها ديفايد 2 يطلع لي 24. لا ما تنفعش، 48 ديفايد 3 16 ليه سكوير روت، يبقى نخلي ال 48 16 تايمز 3 تبقى هاف تايمز ال 16 سكوير روت ليها 4 وال 3 تفضل زي ما هي، نعملها تايمز مع الهاف تبقى 2 سكوير روت لل 3. التبسيط من الحاجات المهمة جدا وأساسية عندنا في منهجنا. يبقى لو في تايمز بنعمل تايمز الأول، بعد كده نجيب الناتج، أو نعمل التايمز وبعد كده نبسط. المسألة بقى لو كانت ديفايد، هبص على الديفايدد الاول، هل العددين بيقبلوا القسمه على بعض ولا لا. هلاحظ ان ال 8 بتقبل قسمة ديفايدد 2، يبقى هنعمل ديفايدد هتطلع عندي 4 وال 4 سكوير روت ليها 2، او هما معمولين ديفايدد فاعمل سكوير روت لل 16 وسكوير روت لل 49 يطلع لي 4 over 7. دي عكس دي، دي كلها نزلتها تحت السكوير روت علشان اعملهم ديفايدد بعد كده اجيب القيمه. اما هنا ما ينفعوش ديفايدد بعض، فاخدت سكوير روت لكل عدد لوحده طلع 4 over 7. لو كان العددين بقى ما ينفعش يتعملوا ولا ديفايدد وما ينفعش كمان يتجاب السكوير روت بتاعه، هنعمل ايه؟ هخلي الدينومينيتور الرقم اللي تحت whole number زي ما كنا بنعمل في الدرس اللي فات، هعمل times square root لل 5 فوق وتحت، يطلع لي فوق square root لل 10 وتحت 5. يبقى لما يكون عندي عددين ما ينفعش يتعمل فيهم اي من النوعين دول، ما يقبلوش الاسم على بعض وما لهمش square root، فنحول الدينومينيتور الى integer الى rational number. لو كان بالشكل ده فهقسم ال square root square root 3 over square root 2 علشان اخلي الرقم اللي تحت يكون rational number فوق square root 6 over 2. دولت تلات انواع، ابدأ شوف حلهم هيكون ازاي وقارن حلك معايا. اول واحدة لاحظ ان الاتنين بيقبل الاسم على بعض، فنعملهم divided الاول، 84 divided 7 equal 12. 12 نعمل لها simplify اللي هي 4 times 3 تبقى 2 square root 3، التو ما تقبلش فنعملها سكوير روت لتو اوفر سكوير روت لثري. بعد كده نعمل تايمز سكوير روت لثري فوق وتحت، تبقى سكوير روت لسكس اوفر ثري، نبسط ثري مع ثري تفضل عندي سكوير روت لسكس. هنا التوينتي فايف والوان هندرد ليهم سكوير روت، نحسب كل واحدة لوحديها تبقى فايف اوفر تن اللي هي 1 over 2 التبسيط بتاعه. يبقى كده خدنا ازاي نعمل times، ازاي نعمل divided، وازاي نعمل simplify للsquare root. بيقول لي find the result، ابدأ حل المسائل دي لوحديك الاول بعد كده
شوف حلها هيكون ازاي معايا. في المسائل التايمز او الديفايدد هنعمل تايمز الاول للسكور روت، بعد كده نبسط، او نفس الكلام في الديفايدد نعمل ديفايدد الاول وبعد كده نبسط. تعال نعمل تايمز 2 تايمز 1 ايكوال 2 6 تايمز 3 سكور روت لل 18، نبسط ال 18 9 تايمز 2 يطلع لي 2 تايمز 3 سكور روت لل 2، في النهاية الناتج 6 سكوير روت 2. هنا نعمل تايمز 5 تعمل 3 15 سكوير روت 16، وال 16 الناتج بتاعها هيكون 4، 4 تايمز 15 equals 60. هنا اعمل تايمز 5 over 3 تايمز 3 over 5، هتلاحظ دولت الناتج بتاعهم 1 السكوير روت ل 1. نفس الكلام نعمل تايمز للعددين اللي تحت السكوير روت، هيكون 16 اللي هو السكوير روت ل 4، 4 تايمز 4 ايكوالز 16. هنا اعمل ديفايدد للعددين دولت 6 ديفايدد 2 يبقى سكوير روت ل 3. زي ما انت شايف مسائل بسيطة خالص، بتعمل التايمز وبعد كده يا اما توجد الناتج بتاعه زي 16 او تبسطه زي ال 18. هنا مسألة فيها اكتر من جزء وعايزك تجيب السمبليفاي بتاعها. اول مسألة نمبر A سكور روت لل 45 ماينس 2 سكوير روت لل 20 بلس 2 سكوير روت لل 5. بنحل المسألة دي بالتوازي، يعني كل جزء بنكتب فيه خطوة واحدة لحد ما نبسط كل جزء فيه للنهاية، بعد كده نعمل بلس أو ماينس. يعني ال 45 هخليها 9 تايمز 5 وأسيبها على كده، ونيجي ال 20 4 تايمز 5، وهنا دي متبسطة فهنسيبها زي ما هي 2 سكوير روت لل 5. بعد كده نجيب قيمة 9 3 سكوير روت لل 5، قيمة ال 4 اللي هي 2 سكوير روت لل 5، وهنا دي تنزل زي ما هي. ممكن هنا دي تطلع ب نيجاتيف 4 ونعمل بلس 3 بلس نيجاتيف 4 بلس 2 يطلع لي 1 سكوير روت لل 5. شوف مسار المسألة، إني بمسك كل جزء وأبدأ أحلها وأبسطها على أكتر من خطوة لحد ما كله يتبسط، بعد كده نعمل السمبليفاي بتاعه. نيجي في المسألة رقم B 2 سكوير روت لل 18 بلس سكوير روت لل 50 ماينس 42 سكوير روت لل هاف. هنا 18 9 تايمز 2 50 25 تايمز 2، اما الهاف نجيب السكور روت اللي فوق واللي تحت، سكور روت لل 1 1 سكور روت لل 2 تفضل زي ما هي، اخلي الدينومينيتور هو النمبر، يبقى نعمل تايم سكور روت لل 2 فوق وتحت. هنا نجيب قيمتها 2 تايم 3 سكور روت لل 2، هنا 5 سكور روت لل 2، هنا سكور روت لل 2 over 2، هنا 6 square root 2 plus 5 square root 2 minus 21 square root 2. 6 plus 5 minus 21 يطلع لي negative 10 square root 2. مسألة number C 2 square root 27 minus 3 square root 3 minus 6 سكوير روت للثبت. هنا تبقى 9 times 3 سكوير روت اللي فوق واللي تحت، تبقى 3 times 1 over سكوير روت 3. هنا هنعمل times سكوير روت 3 فوق وتحت، نفس الكلام في الجزء اللي في النص ده.
هنا يطلع لي 2 times 3 square root 3 minus 3 square root 3 of 3 minus 6 square root 3 over 3. نكمل مسألتنا هنا. 2 times 3 6 square root 3. بعد كده 3 دي راحت مع 3 دي يبقى minus square root 3. 6 divided 3 يطلع لي 2 square root 3. 6 minus 1 minus 2 يطلع لي 3 square root 3. ودي إجابة السؤال number 6. آخر مسألة عندي square root 18 اللي هي 9 times 2. هنا عندي divide، نعمل divide الأول هيطلع لي square root 2. 12 divided 6 2، هنا 3 square root 2 minus square root 2 الناتج النهائي 2 square root 2. لو عرفت قواعد الـ times والـ divided هتلاقي الـ simplify من الأسئلة السهلة، هي يعتبر ثلاث مسائل بتمسك كل مسألة وتبسطها، وفي النهاية بنعمل الـ plus والـ minus. المسائل دي لازم تلاقي واحدة منها في امتحان نهاية الترم بيبقى عليها 4 درجات، فمن الأسئلة المهمة لازم تركز عليها علشان تضمن درجتها في الامتحان. تعال نشوف مسائل التايمز دي. مسألة نمبر 1 زي ما خدنا في الدرس اللي فات، العدد اللي بره ده هنعمله تايمز للعددين اللي هو، بنعمل ديستريبيوت 2 square root 3 times square root 6 تبقى 2 square root 18 plus 2 times 5 10 square root 3. نبسط ال 18 اللي هي 9 times 2 تبقى 2 times 3 square root 2 plus 10 square root 3 تبقى في النهاية 6 square root 2 plus 10 square root 3، وهنا مش هينفع نجمعهم علشان هما الاتنين not like مش متشابهين. هنا ألاحظ إن الـ two terms متشابهين إلا اختلاف إشارة النص، يبقى نعمل الأول times الأول والتاني times التاني. 3 square root 2 times 3 square root 2 يطلع لي 9 times 2، علشان square root 2 times square root 2 يطلع لي square root 4 و square root 4 equals 2، أو زي ما بيقولوا جذر في روحه تطلع لي روح. نضرب square root في نفسه يبقى نشيل square root تفضل عندي 2. negative 5 times positive 5 negative 25 يبقى 18 minus 25 equals negative 7. هنا power 2، لما نيجي نعمل power 2 باخد first power 2 second power 2 بعد كده first times second times 2. الأول في نفسه طلع لي 2، التاني في نفسه طلع لي 6، بعد كده positive. الأول في التاني يعني square root 12 times 2. نبسط 6 plus 2 8 وهنا 12 4 times 3 تبقى 8 plus 2 times 2 square root 3 تبقى 8 plus 4 square root 3. هنا عايزين نوجد الناتج ده، هبسط الأول A فاعمل times square root 2 فوق وتحت علشان يكون denominator rational number، طالما فيه plus أو minus لازم نعمل أقواس. square root 6 times square root 2 square root 12 minus 2 over 2. نبسط 12، محدش يعمل لي simplify 2 مع 2،
طالما عندي بلس او ماينس ما ينفعش اعمل سمبليفاي، ما ينفعش احذف حاجتين مع بعض، الناتج هيكون غلط خالص. هنبسط 12 3 تايمز 4، ال 4 تبقى 2 وال 3 تبقى زي ما هي ماينس 2 اوفر 2. نبدا نعمل ديفايدد على 2، كل تير ديفايدد 2، هنا يطلع السكور روت لل 3 ماينس 1. كده بسطنا الـ a، نبدا نعوض بيها هنا a باور 2 بلس 2 سكور روت لل 3 تبقى سكور روت لل 3 ماينس 1 باور 2 بلس 2 سكور روت لل 3 باور 2، الاول في نفسه والتاني في نفسه والاول في التاني في 2. نلاحظ الاثنين دول شبه بعض، نعملهم كانسلنج، 3 بلس 1 ايكوالز 4. يبقى بسطنا ال A الاول وبعد كده عوضنا بيها وطلعنا الناتج النهائي. هنا بيقول لي write each of the following such that the denominator is an integer. عايز اكتب كل اللي قدامنا ده بحيث اخلي الرقم اللي تحت انتجر. حاول تحل لوحديك الاول بعد كده قارن اجابتك معايا. نمبر A هنعمل تايمز سكور روت لل 5 فوق وتحت، الناتج يبقى سكور روت 35 اوفر 5، وال 35 ملهاش تفصيل علشان التايمز الوحيد ليها 5 تايمز 7، وكل من ال 5 وال 7 مالهمش سكور روت. هنا هنوزع السكور روت على ال 5 وعلى ال 2 ونعمل سكور روت لل 2 فوق وتحت تايمز، يدينا سكور روت لل 10 اوفر 2. هنا نعمل تايمز سكور روت لل 3 فوق وتحت، طالما في ماينس نعمل اقواس ونبدا نعمل التايمز بتاعنا 4 تايمز 3، 3 عشان السكور روت في نفسه ماينس سكور روت لل 6 اوفر 2 تايمز 3 تبقى 12 ماينس سكور روت لل 6 اوفر 6. ممكن تسيبها كده او ممكن نعملها بالصوره دي 12 ديفايد 6 ايكوال 2، 1 ديفايد 6 ايكوال 6 والسكور لل 6 تنزل زي ما هي. حل المسألتين دولت لوحديك وتبعتها لي زي ما احنا متعودين على الواتس، وخد سكرين شوت للمسألة علشان اصحح لك. منتظر ارائكم وتعليقاتكم، متنساش لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس، والى اللقاء مع دروس جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.